كاس العالم مش تقسيمه وماتش ودي مع عشبين اتعلم واسمع باللي حصل لنا كاس العالم 90 خد لك مني نصيحه مفيده مبنيه على خبرات كلمه مني تركه منه نوصل للنهايات او قبل النهايات اول حاجه تفهم حاجة إن الوقت ده أخطر حاجة ضيع وقته لو راح منه عمره ما يلحق يعمل حاجة عايز تلعب بالمضمون كورتك ترجع بيها للجول اسأل حتى الخبرة شو بيقول الفيفا اخترعوا القانون بل فيفا اخترعوا القانون امسك مانك قوي إيمانك حطها حلقك كده في ودانك اللي يمسك اعمل ميت وافضل نايم كده في مكانك شوط على الفاضي والمليان هي بتيجي كده الاكوان شنكل نفسك جوه الستة وربك ترزق بلا إدمان احسب وانت زي زمان خد آخر حاجة أنا أقول لك حاجة العملية مش محتاجة خليك دايما صاحب مبدأ الطفش ده أكبر حاجة اسمع بقى من التسعين مش مهم تلاعب مين احنا وقفنا وصد هولندا ومعانا اتنين محترفين اتنين بس محترفين شكرا على كل اللي اتقال بالنسبة لنا انتم أبطال بس دي أول مرة نشجع هتشجع وهنجيب جوال مش مهم اللاعب مين وي جمعت منتخب 90 لانهم عمرهم ما شجعوا مصر في كاس العالم عشان لما كلنا نشجع يبقى مصر والمنتخب ورا المنتخب وي الراعي المصري للمنتخب المصري